شاهد ماذا يفعل أردوغان داخل الكعبة في الحرم المكي. الحج إلى مكة المكرمة وبيت الله الحرام من أعظم وأسمى فرائض الإسلام، ومن أرقى وأجمل الرحلات التي يقودها المسلم في حياته كلها. ولكن عندما يتعلق الأمر برؤساء الدول ومراسمهم للحج، فهناك أشياء أخرى قليل منا يعلمها. في هذا الفيديو سنوضح لكم رؤساء العرب وغير العرب الذين زاروا الكعبة المشرفة لأداء فريضة الحج، ومنهم من فتح له باب الكعبة ودخل إليها في حوادث قد لا يكررها التاريخ، فتابع معنا. ولكن إن كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كومنت. قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا بزيارة الكعبة المشرفة في عام 2015 لأداء العمرة مع زوجته، ويعد ثاني رئيس تركي يسمح له بزيارة الكعبة المشرفة بعد داود أغلو الذي كان أول رئيس تركي يحصل على شرف زيارة الكعبة. عندما زار أردوغان الكعبة المشرفة، أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح باب الكعبة المشرفة للرئيس التركي. وهذا مقطع يوضح دخول أردوغان وزوجته وأهله إلى داخل الكعبة المشرفة لأداء الصلاة داخلها، وذلك وسط ازدحام شديد جدا من المعتمرين، وفور نزول الرئيس من طائرته الخاصة حاجا أو معتمرا، يجري تخصيص فريق من المشرفين لنقله إلى الحرم المكي، ثم إسكانه في إحدى الفنادق المحيطة في الحرم، ثم تعليمه أركان الحج ليؤدي المراسيم في أوقات مخصصة برفقة حراسة أمنية مشددة. وكل هذا يقع على نفقة السلطات السعودية، كما يتم تنسيق جداول زيارة الرؤساء إلى الكعبة أو الوقوف بجبل عرفات أو زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في أوقات مخصصة ومختلفة عن أوقات الحجاج العاديين. اللهم يا سامع الشكوى
ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله علانية وسرة. اللهم لك الحمد يا من توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت فخلقت، فأمرت فلا تحول ولا تزول، أنت قائم بنفسك سبحانك، أنت العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بالأحوال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام، نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والمقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا، اللهم نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أكفيني بحلالك وأغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وارزقنا من واسع الأبواب. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، وأمام نورا، وخلف نورا. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني، ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي، ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لمن بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لمن أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين،
اللهم توفنا مسلمين، وأحيينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.